السلام عليكم الأصدقاء. واش نقدروا نقولوا اليوم بأن الطب النفسي والكوتشينغ ولا موضة، ولا كل شيء تيوقع له شي مشكل في الحياة ديالو خصو يمشي عند كوتش، خصو يمشي عند طبيب، خصو يمشي عند معالج نفسي؟ طبعا هذا الأمر هذا انتبهوا له كثير من الناس وكثير من العلماء، ماشي في العالم العربي وإنما في العالم الغربي، لأنه هما الأولين انتبهوا لهذه الخطورة لهذه القضية هذه، وأنه العلم النفسي اللي كان مرموع علم خصو يساعد الناس أنهم يتعالجوا من الأمراض النفسية وأنهم يتحسنوا الوضعية ديالهم، ولا صناعة ولا شركات بحال مثلا إذا شفنا غير مجال ديال مثلا الاكتئاب، ولا صناعات كبرى ديال مضادات الاكتئاب، وهذه الشركات الكبرى تنتج عقاقير بشكل لا نهائي. طبعا هذا موضوع كبير، يمكن لكم تستعنوا باش تفهموه المجموعة ديال الكتب، ونقدر نحيل لكم على مجموعة ديال المقالات كتبتها حول هذا الموضوع. ولكن بالنسبة لي أنا في هذا الفيديو هذا اللي بغيت نبارطاجي معكم، واش بالضرورة أنه أي مشكلة وقعت لنا خصنا نمشيو عند الطبيب النفسي ولا نمشيو عند الكوتش؟ أنا بالنسبة لي أنها أهم حاجة خصنا نتعلموها هو المناعة الذاتية. هاد المناعة الذاتية مين تكتسبوها؟ أول حاجة تكتسبوها من المعرفة، من التعلم المستمر، لأن الإنسان كل ما قرأ بزاف، كل ما تعلم، كل ما تحسن في الوضعية ديالو المعرفية، كل ما تعلم كيفاش يتعامل مع نفسه ويتعامل مع المحيط ديالو. المسألة الثانية هو أنه خصنا يكون عندنا واحد القناعات، يكون عندنا واحد المبادئ في الحياة، لأنه أغلب المشاكل اللي تخلي الناس مشي للطبيب هي مشاكل عندها علاقة بالحياة اليومية، عندها علاقة بالرغبات ديالنا، عندها علاقة بالحاجيات ديالنا، عندها بغينا نكونوا سعداء، بغينا نحققوا الفلوس، بغينا الشهرة، بغينا. فإذا كان عندنا واحد النمط ديال الحياة فيه فلسفة وفيه رؤية وجودية للحياة، بأن الحياة هي قصيرة غندوزوها بلي عطا الله، وأننا خصنا نعيشوها بأجمل اللحظات ديالها. وهذا هو الدور ديال الفلسفات البوذية والفلسفات الكونفوشيوسية منذ القدم، أنها كانت تعلم الإنسان أنه يكون عنده واحد المبدأ، وهو مبدأ القناعة، أن الناس تقتنع بالحياة التي تعيش فيها. ولعل كثير من الأعمال السينمائية اللي حاولت تقدم هذه المقاربة هذه، رغم ماشي بالضرورة اللي عندهم الفلوس ولا اللي عندهم واحد القدر كبير من الفلوس هما اللي غيكونوا سعداء، يقدر يكونوا ناس عاديين باش يعيشوا السعادة فقط بالضروريات الأساسية. وكاين مشكل اخر، هو انه الهشاشه النفسيه دابا اللي تعيشوها المراهقين هي ماشي هشاشه طبيعيه، انما مصنوعه، يعني كاين واحد الكرياسيون ديالها. وهذا الكرياسيون شنو هو سببها؟ سببها هو ديك العنايه المفرطه اللي تنديروها اليوم مثلا الابناء والاهتمام بهم، وكذلك هذيك التلبيه الرغبات، لانه هذا الجيل هذا هو اكثر جيل ما تيحسش بالمعاناه، لانه النمو الاقتصادي اللي وقع في العالم خلى الناس تحقق واحد الرفاهيه، واحد التنميه الاقتصاديه، واحد التنميه الاجتماعيه. هاد التنميه وهذا الشيء كامل أثر طبعا إيجابا على أن المجتمعات تقدمت وتحسنت الوضعية الاجتماعية، ولكن على المستوى النفسي والمستوى الاجتماعي تلقاو بأن الناس ما بقاش عندها الرضا. والسر ديال السخط والسر ديال الهشاشة هو أن الإنسان ما بقاش راضي على راسو، ما بقاش حاس بالمتعة بداك الشيء اللي عنده. وهذا هو اللي يخلي يلجأ لهذا الكوتشينغ ولهذا الطب النفسي وهذا الشيء كامل. طبعا هذا الشيء مهم، الطب النفسي هو مهم في المجتمع، الكوتشينغ مهم، ولكن تنتكلم انا على الموضه، على الموضه ديال انه اي حاجه وقعت لي نمشي عند الطبيب النفسي. انا بسيط كندير هذا الشيء وتنبارطاجي معلومات مع الناس، ولكن تنشوف بانه فعلا راه كوتش غتمشي عنده مثلا غيعطيها واحد 200 درهم ولا 300 درهم ودير معاه حصه ما غيدير لك حتى شي حاجه، الا اذا كان طبيب نفسي وعنده خبره وعنده واحد التراكم ديال التجربه ديال 30 او 20 سنه، وفي نفس الوقت تحس بان انت عندك واحد الحاله نفسيه اللي هي طويله الامد، مثلا حسيتي بواحد الاكتئاب، حسيتي بواحد المرض، ماشي فقط لانك مثلا واحد النهار حسيت براسك ماشي هو هذاك، ولا واحد الاسبوع ماشي هو هذاك خصك تمشي عند الطبيب النفسي. بالعكس، ان بعض الاحيان المعاناه ديالنا والالم ديالنا هو اللي كيخلينا نطوروا ونتحسنوا في الحياه، لانه الا ما حسيناش بالالم وما حسيناش بالمعاناه بعض اللحظات، هذيك اللحظات السعيده راه ما غنحسوش بالقيمه ديالها. ومن الناس اللي كيغذيو وتيشجعوا هذا النمط هذا هو الاعلام. نعرفوا بأنه دابا حاليا كاين واحد التشابك عالمي بين ما هو إعلامي وما هو اقتصادي وما هو سياسي، فحتى في الإعلام كيهضروا دائما على مضادات الاكتئاب، على مجموعة ديال الفيتامينات، يروجوا لهذه الفكرة ديال الأمراض النفسية وأنها انتشرت بشكل كبير، أنه بين كل 10 كاين واحد مصاب بالتوحد، أنه بين كل 100 كاين واحد مصاب مثلا بالوسواس القهري ولا الوسواس الاكتئابي. المهم واحد العدد كبير ديال المصطلحات العلمية وعدد كبير من النقاشات في علم النفس ومواضيع علم النفس أصبحت تنتشر في الإعلام. طبعا مزيان واحد الجانب أنه الناس تعرف شنو هي طبيعة الأمراض النفسية وكيفاش تكون وكيفاش تنتشر داخل المجتمع، ولكن اللي خطير وهذا هو اللي متيهضروش عليه بزاف الناس، هو ان هذا الشيء ولا سوق اقتصادي بالدرجه الاولى، اللي الهدف ديالو الاساسي هو الربح، والشركه اللي تنتج الادويه وغيرها والهدف ديالها الاساسي هو الربح ماشي شي حاجه.
إذا بالنسبة لي باش نخرجوا من هذا الشيء كامل، أهم حالة كمجتمع، أهم حالة في المجتمع ديالنا هي التواصل. إذا كنتي أب ولا كنتي أستاذ ولا كنتي عندك واحد الدور في المجتمع، أول حاجة التواصل مع الناس، لأنه لا تواصلتي مع الناس اللي قرابين منك ودعمتيهم نفسيا ودعمتيهم اجتماعيا، هذا الأمر هذا غادي يعفيهم كثير من الأحيان أنهم يمشيو للطبيب ولا شي حاجة. يعني يبدا اول حاجه هي التواصل، وحنا في واحد الوقت ما بقاش نتواصلوا مع بعضياتنا، تلقى الاب والام والابناء ما يتواصلوش مع بعضياتهم الا في الضروريات، تجيب هذه دي هذه حتى هذه. ولكن التواصل الانساني بمعنى نسول فيك شنو خصك، واش عندك شي ظروف، واش عندك شي صعوبات، يعني هاد الامور هذه تتعزز ديك العلاقه الانسانيه وتعزز ديك الروابط الاجتماعيه داخل الاسره وداخل المجتمع. المساله الثانيه وهي اننا نملكوا الوقت ديال الفراغ ديالنا بالانشطه الفاعله، الرياضة، القراءة، العمل، المجهود البدني، هذه كلها أشياء يمكن لها تساعد كذلك أنها تخلص وتقلص عندنا أننا نوصلوا لواحد الاضطراب نفسي أو أننا نتقاسوا بشي حالة نفسية ماشي سوية. مسألة أخرى أننا ما نلتجئوش للطبيب النفسي ولا الكوتش إلا بعد واحد المدة إلى حسينا بأننا ماشي هما هذوك. أما إلى غير واحد النهار ولا يوم ما يحسيت بمزاج ديالي ماشي هو هذاك، راه عادي، لأنه المزاج عنده علاقة بالهرمونات وعنده علاقة بزاف الأشياء يمكن يتغير بين لحظة وأخرى. وبالعكس خصنا نعيش مرة تجربة الألم وتجربة الحزن باش نحسوا بعض اللحظات المعنى ديال السعادة والمعنى ديال أننا نكون عندنا واحد الإحساس زوين أننا مرتاحين الصباح هذا حاسين بالمتعة والسعادة. وكاين مسألة أخرى وكيتكلموا عليها كثير من الأطباء وتحت خبراء، كيقولوا بأن بعض الأحيان خصنا نخليو لنفوسنا أنها هي تعالج راسها براسها. باش تعالج راسها؟ تعالج راسها من خلال تغيير القناعات ديالنا، من خلال تغيير المنظورات ديالنا. لأن بعض الأحيان كما كان يقول جوزيف فرانك اللي هو عالم معروف، يقول بأن المعنى اللي تنعطيو الأشياء والمعنى والطريقة باش تنظروا الأشياء هي تخلق الفرق بيناتنا. راه يمكن يكون جوج الناس عندهم نفس الصعوبات، عندهم نفس التحديات، وواحد تعيش مرتاح وواحد تعيش مرتاح. علاش؟ هذاك اللي تعيش مرتاح تنظر واحد النظره ايجابيه لديك الصعوبات، لان ابتلاء من الله، بانها مكتاب، بانه ربي كتب عليه ديك الحاجه، مثلا مرض ولا واحد الظروف. في حين ان الاخر مثلا ساخط ناقم على الوضع الذي هو فيه. اذا هنا شنو الفرق بين هاد جوج الناس؟ هو لا بيرسيبسيون، هو المنظور. ان المنظور الاول هو منظور ايجابي، خلق واحد الرؤيه، واحد الفلسفه في الحياه ديالو لديك الصعوبه اللي تعيشها. في حين ان الاخر ما قدرش يتعايش مع ديك الصعوبه، وهذا هو اللي تخلق الفرق بين الناس. وهنا نقدر نحكي لكم على واحد الكتاب رائع جدا، اللي هو الكتاب ديال اسماعيل عرفه، الهشاشه النفسيه. هذا الكتاب هذا فعلا هو كتاب ماشي متخصصين، كتاب زوين صراحه وصغير ورائع جدا بالنسبه اللي ماشي متخصص في مجال علم النفس والعلوم الانسانيه وبغي يفهم هذه المشاكل اللي كنعيشوها اليوم ديال تاثير السوشيال ميديا على الاطفال وعلى المراهقين والهشاشه النفسيه. صراحه كتاب مكتوب بلغه رائعه جدا، بسيطه وسهله، نتمنى انكم تقراوه. درت له واحد المراجعه وعندي مجموعه من المقالات اللي خصت فيها هذا الكتاب ديالو، غتلقاوها في صندوق الوصف. اذا الى الاقاكم في لقاء اخر ان شاء الله. تبارك الله عليكم، نتمنى ان هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. الى عندكم شي اسئله شي ملاحظات، انا غير بارطاجيت معكم هذه الافكار جاتني هكا صراحه، ما بريباريش شي حاجه محدده. الى عندكم شي اسئله ولا شي ملاحظه خليوها لنا في التعليقات. تبارك الله عليكم.